بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على برنامج فورمات 360. البرنامج بيجمع بين السهولة، فهو قريب قوي في السهولة بتاعته من السكتش اب. هتلاقي في حاجات كتيرة مشتركة بينهم. الشغل بتاعك تقدر بسهولة جدا تصدره للريفت وتستورد من الريفت، حتى تقدر تستورد فاميلي. في بعض الأجزاء اللي كانت موجودة في الفزاري اتنقلت ليه، وبعض الاجزاء اتنقلت للريفت، وبعض الاجزاء لسه ما اتنقلتش، لسه ما طلعتش في اي برنامج من برامج اوتوديسك. طيب خلينا نتفرج على البرنامج ونشوف اول حاجه نعملها ايه. اول حاجه طبعا هقول له انا عايز ابدا ملف جديد، ففتح لي ملف جديد. هدوس على البكره بتاعه الماوس وابدا اشوف الاكس والواي والزد كده، تلاقي ان هو قريب قوي من السكتش اب. طيب عايز احدد اللوكيشن، لان البرنامج هستخدمه في ان انا ارسم كتله للمبنى. فهقول له هنا دي المعلومات الخاصة بالبروبرتيز، هنا الماتيريال، هنا الليارات. فالبروبرتيز انا عايز احدد اللوكيشن، فهاجي من ديزاين تولز واقول له اللوكيشن. سبب ان انا شرحت البرنامج دوت ان في ناس كتيرة في مشروع التخرج محتاجين برنامج سهل وبسيط يعمل لهم بعض الانرجي اناليسيس بسهولة، فانا لقيت البرنامج ده ممكن يساهم. فخلينا نختار حتة كده تكون على ارض مصرية عشان نبدأ نعمل حساب بتاعتنا عليها، وليكن مثلا الجزيرة ديت. ممكن اقوله فينيش واستورد الجزيرة ديت، الجزيرتين دول عشان دول مصريتين فعندنا المعلومة بتاعتهم، او اقوله امبورت ساتلايت ايمج وابص على ساتلايت. وممكن اعمل بحث هنا على الحاجة اللي انا عايزها، او اقوله عايز قمر صناعي، اي حاجة من اللي انت عايزها تقدر تستخدمها. انا هنا هقوله انا عايز بالقمر الصناعي، ده جايب جزء من امريكا، لا انا عايز جزء من مصر. تمام وطبعا ايه الجزيرة كبيرة جدا لدرجة انها بتشاف بسهولة جدا على الخريطة العادية، فانا اختار جزء صغير منها ابدا اعمل عليه المشاريع بتاعتي. تمام فاقول له فينيش امبورت ايمج، فهيدخل لي الصوره زي ما انتم شايفين. طيب ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله؟ هتلاقي هنا اللوكيشن اتحدد اوتوماتيك. تمام ده تبع سينا، وسينا تبع مصر. تمام بعد كده ممكن ابدا ارسم حاجه 2 دي. تمام هنشوف مع بعض ازاي ممكن ارسم حاجه 3 دي. فهقول له انا عايز ارسم حاجه 3 دي، وليكن مثلا هقول له انا عايز ارسم المبنى اهوت. بكل سهولة اقدر احدد اي جنب واسحب الجنب ده مثلا، واسحب او الخط دوت واسحب. لو انا دوست مرتين هيحدد كله وينقل معايا. لو انا عايز اخد كوبي هدوس كنترول وابدا اسحب نسخة تانية. تمام احدد الجزء دوت واسحب، ممكن احدد الخط ده او النقطة اقدر اتحكم فيها بالشكل دوت. تمام وزي ما انت شايف عندي اشكال كتيرة اقدر استخدمها وابدا ارسمها. ممكن اقول له انا عايز ارسم دلوقتي بقى حاجة 2D زي مثلا اللاين دوت. ممكن ابدا ارسم في حتة فاضية اهوت. تمام كده انا برسم موازي للاكس والواي دوت. ممكن احدد الخط دوت على اساس يرسم موازي ليه. تمام هبدا اتحرك تاني موازي ليه برضو هنا، واقول له خليه موازي ليه برضو. اطلع كده في اتجاه الزد ارسم معايا واقول له انا دوست شيفت مع البقرة عشان يبدأ يحرك معايا. تمام كل ما هكمل شكل هو هيبدأ يقفله لي. هاجي هنا ابدأ انقل. تمام ادوس سكيب واختار من هنا، اقول له انا عايز دي مع دي. تمام وفي الاخر خالص هقفل الشكل بالطريقه دوت. ده ممكن يساعدنا برضو. طيب ممكن اقول له هنا انا عايز ارسم مثلا مستطيل، وهرسم مستطيل مثلا في الحته ديت. احدد اول خط ده كده اول ركن، وبعد كده رسمت المستطيل بتاعي. طيب لو انا دلوقتي حددت الجزء بتاع المستطيل ده وسحبت لقدام او لورا، هتلاقي ان الشكل بيتحرك معايا.
تمام. اهو ممكن تيجي ترسم اي شكل انت عايزه في اي حتة، وبعد كده تبدأ تدوس عليه وتعمل انبساط او اكسترود للشكل دوت، تمام. لغاية دلوقتي هو زي السكتش اب، بس هنشوف بعد كده ان هو فيه بعض الخصائص الكويسة زي الانرجي اناليسيس، تمام. اتمنى البرنامج تجربوه وتشتغلوا عليه، هتلاقوه سهل ومفيد وفي بعض الامكانيات مش موجودة في سكتش اب، تمام. وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. اخوكم عمار سليم.